ذكر الله للأساتذة الكرام على تدخلاتهم القيمة وعلى إجابتهم، وشكر الله لأبنائهم التلاميذ التلميذات على صورهم معنا وعلى تجاربهم مع هذه المداخلة. نشكر الأستاذين الفاضلين ونتمنى إن شاء الله أن يتواصل معنا في تكوينات أخرى إن شاء الله. السي خالد حسين مع التواصل إن شاء الله. سيمون الدولي خاصة في جانب اللغة الإنجليزية وخبير في الميدان، حاضر في جامعة الأخوين وفي ألمانيا وفي أمريكا، لا شك أنه مستعد إن شاء الله. ليس كذلك سيمون؟ إن شاء الله. لتكوينات الأساتذة في اللغة الإنجليزية والتلاميذ المجربة في هذه اللغة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيما ذكره الإخوة والأخوات المشكورين، سيمون الدولي لم يكن مفتيًا في هذا اللقاء. فإذا قلنا إذا أردنا الفتوى، هناك لجنة الفتوى في مجلس العلم، هو كان يحكي وحاكي الكفر ليس بكافر، يعني يقول هؤلاء يقولون حرام وهؤلاء يقولون حلال، فهل يقصد فيها وغيرها؟ وإذا الفتاة الموجودة على الانترنت لا غير مقتنعة، وكما قلت في الكلمة الافتتاحية أن كثير من المواقع مشبوهة. الإمام مالك عرضت عليه حوالي 40 سؤال، خالف أجاب عن 4 أو يزيد، وخالف أكثر من 36 لا أدري، ولكن إجابة على الانترنت كلها فيها جواب مهيب ومفيد. إذن معناه ينبغي أن نحصن أبناءنا وبناتنا على من يأخذون الفتوى. فهناك جهاز معلوم الآن في المغرب عندنا المجلس العلمي الأعلى، وفيه الهيئة العليا للإفتاء مشكلة من خيرة العلماء، وأن المجالس العلمية محلية وإن كان فيها لجنة فوية فيها لجنة الإجابة على الأسئلة العالمية. أما القضايا الكبرى فيها فتوى جماعية، إذا كانت تتعلق مثلا بالاقتصاد فيها فقهاء في الاقتصاد، إذا كانت تتعلق بالطب فيها فقهاء خبراء في الطب كزرع العظام مثلا وغيرها من هذه الأمور. ولذلك نحن في المجلس العلمي المحلي أو في المجالس العلمية في المغرب عندنا هاجس كبير في التفريغ في جانب الإعلام عموما وفي جانب هذه المواقع، ولكن هناك أصحاب إن شاء الله، ونحن مستعدون للتعاون مع أساتذة الإعلاميات ومع الطلبة المجابة ومع الإخوة لننشئ يعني موقع خاص لتلقي هذه الاستفسارات وهذه المسائل في المجلس العلمي. بل نوصي إذا سمح لنا التلاميذ للاستماع شيل الهدوء، قل نوصي إذا كنا نعقد في مقر المجلس العلمي أو في بعض المؤسسات جلسة الاستماع فنقترح مثلا أن تكون جلسة الاستماع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هي آمنة وفيها من السرية التواصل مع التلميذات والتلاميذ الذين لهم مشاكل عن طريق الواتساب مثلا. فبعض رؤساء المجالس ذكروا لي أنهم قاموا بالجريمة أنه أدخل أكثر من 60 تلميذ وتلميذة عن طريق هذه الجلسات عن طريق الواتساب. هذه أعطته كلا وأعطته هنا النتائج اللي مثلا في اللجنة الثقافية في مجلس العلم، والإخوة في لجنة الفتوى مستعدون ونستقبلوا تلاميذ التلميذات يجلسوا معنا، وبعض الأساتذة المتعاونين وأساتذة باقي التخصصات مرحبا بهذه الفكرة. ما ذكر من هذا حلال وهذا حرام، في الحقيقة هذه الآلات المخترعة وهذه الوسائل كل ما ينظر للشرعية والخلية. الإمام الشافعي المسؤول عن الشعر وعن الغناء اللي هو حلال وحرام فقال هو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. إذن هذا الذي ينبغي أن نركز عليه. أما بالنسبة للكتاب أشكر التلاميذ الذين طرحوا أن نتصالح مع الكتاب ورجع إليه، فمنذ الآن المجلس العلمي مستعد أن يطلق مسابقات ابتدائية وثانوية وإعدادية في قراءة في الكتب على غرار الطفلة التي رفعت رأس المغرب علي المنجو في قراءة الكتاب. إذا نشكركم جميعا يعني على حسن التواصل والمتابعة، وكلنا إن شاء الله على صغير بمتابعة تقدير الشباب فيما يجعلون في الأمور دينهم ودينهم. السلام عليكم.